متشكرين يا دكتور، مستنيك بكره على الغدا زي العاده ان شاء الله. تصبح على خير. بقولك ايه يا انس، ما تخليك جدع بقى وجيب دريه وبناتك معاك. احنا هنرجع نعيده تاني، ما انت عارف اللي فيها يا راجل. فرصه يشوفوا ولاد عمهم اللي بقالهم اكتر من سنه ونص ما شافوهمش، ويشوفوا بنت عمتهم ويحاولوا يمسكوا فيها تروح معاهم. سيد، احنا اتفقنا تسيب لي الموضوع ده، هو هتكلم فيه دريه الليله. ربنا يعينك عليها. مع السلامة. سيد افندي. فايز، ايه اللي جابك يا فايز؟ كيف؟ انت اصلك مشيت الظهر من غير ما ترد عليا، وانت عارف ظروفي. تشرب شاي؟ انا شربت كل حاجة يا سيد افندي. المهم، عرضت طلبي على المراقب. سبتهوله على مكتبه، على دوسيه ترقيات. يعني ما كلمتوش؟ بصراحة يا فايز، لا، تعمدت ان انا ما كلمتوش. ليه بس يا سيد افندي؟ امال لو ما كنتش عارف الزنقة اللي انا فيها. استهدى بالله وافهم، المراقب الجديد ده غير اللي قبله، ده جاي نافي شريش وفارد قلوعه، والظاهر ولاد الحلال استلموه من اول يوم وعبوه ضده، فلو كلمته على موضوعك هيعمل بالعند ويرفض طلب السفر. انا قلت اسيبه منه للطلب واحسسه انه ما يهمنيش، وانا متاكد ان بكره هيبعت لك ويناقشك ويوافق لك عشان يحسس الكل ان هو لوحده اللي في ايده مصالحه. فهمتني؟ فهمتك، بس انا خايف. لا ما تخافش يا راجل، انا مسؤول عن اللي بقوله لك. المهم، اخبار الست جماعتك زي ما هي يا سيد افندي؟ يظهر مفيش حل غير العمليه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله تعملها وتقوم بالسلامه. تشرب شاي؟ لا معلش، متشكر، اصلا انا اتاخرت ولازم اروح. طيب يا فايز، مع السلامه يا ابني، ربنا معاك. الله يسلمك. اي خدمه سيد بيه؟ الشاي يا بيسو. من عناية يا سيد الكل. وعندك احلى واحد شاي لسيد باشا. يعني ما طلبتش الضمر؟ ما هي لسه شله الضمر ما جاتش. هلعبك انا في رضاني يا راجل، ما بتعرفش تلعبها، وبصراحه انا بزهق من لعبك. يمين بالله العبك واغلبك. يا روح العب مع اللي قدك كده. ماشي يا بوجيه، انت فكر حباطه وشيلته احرف مني؟ علي النعمة مالوهم فيها غش، بس حظهم عالي. انا اصلي بهرج يا عشر، بس انا بالي مشغول الليله ومش رايق للضمر. اياك الضيفه اللي جات لكم النهارده دي. بنت اختي يا معلم، مش ضيفه ولا حاجه. بس انا عدم المؤاخذه ما شفتهاش قبل كده، مع اننا جيران ومعاشرين بعض عمره بحاله. بطل الخصله دي بقى وما تحشرش مناخيرك في اللي مالكش فيه. اقول لكش، قوم هات الدمره، هتلهيك وتلهين.